صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أنصح أخا لي أسلم قبل عدة سنين ومع ذلك لا يزال يصف أناسا يعرفهم من قبل إسلامه بقوله إنهم أصدقائي؟ ما فهم هذا، فهمه أن هذا لا يجوز. مسألة الهدية والصلة لا بأس، يجوز الهدية للكافر، أما قول أصدقائي الصداقة معناها المحبة، هذا لا يجوز، تنهاه عن الصداقة. أما كونه يواصلهم ويهدي إليهم ويهدون إليه ما في مانع، هذا من التعامل المباح. نعم.